تفوق كبير في الشوط الاول من جميع اللاعبين، واتفرجت على المنتخب لحد اخر الشوط الاول، وبعد كده الشوط الثاني حصل تراجع كبير. ايه سبب التغير في الاداء؟ هو ده اللي قلنا عليه، ان احنا طول ما احنا محافظين على تركيزنا وعلى الكوره وما بنفيدهاش بسهوله الماتش هيبقى قريب. اللي حصل ان احنا اول 5 دقائق او 7 دقائق في الماتش فقدنا 3 كور واربع كور ورا بعض، خلوا اتسع الفرق لـ7، هز الثقه بتاعت اللعيبه، فده اللي حصل الدروب ده. فطبعا مع الفرق الكبيره دي ان يحصل لك دروب والفرق يوصل لـ6 7 اهداف، الموضوع مش سهل ان انت ترجع. حاولنا نغير طريقه الدفاع ونغير في العناصر الهجوميه، لكن للاسف ما حلفناش التوفيق، وقدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل شيء. يمكن الاهلي ما تاهلش النص النهائي، لكن لسه في مراكز تاهليه من الخامس للثامن. ايه اول رساله وجهتها للعيبه بعد؟ لا، احنا متكلمين من قبل الماتش ان سواء كسبنا او سواء خسرنا لسه عندنا ماتشين. كسبنا عندنا سيمي فاينل وان شاء الله فاينل، او لا قدر الله خسرنا عندنا ماتشين اللي هم تحديد المراكز، فكده كده احنا جايين نلعب 4 ماتشات، مش جايين نلعب ماتشين ونروح. يعني بعد كده بعد الخروج من البطوله دي يمكن لسه الاهلي بينافس على بطولات كتير، زائد ان احنا بنحافظ على تركيز اللعيبه. احنا من اول السنه او من ساعه ما مسكنا واخدين السيزون مراحل، خلصنا مرحلتنا لما نيجي كانت بطوله افريقيا والجزء الاولاني في الدوري، ان شاء الله ربنا يكرمنا نخلص المرحله دي على خير. عندنا مرحله تانية اللي هي كاس السوبر المصري، فكده كده كل صفحه بنبدا فيها بعد ما نخلصها بنقفلها سواء بحلوها او بمرها، وبركز في اللي بعده لان السيزون طويل وبطولات كتير، ولازم نخش في حاجه نخرج من حاجه بسرعه، لان مش هنعيش في الماضي يعني.